أهلا بكم. ترأست الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، الاجتماع الثاني للجنة العليا لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية. بهدف الترويج لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، عقد أمس الاجتماع الثاني للجنة العليا للجائزة في المقر الرئيس لمؤسسة التنمية الأسرية بالمشرف. حضر الاجتماع معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، وأعضاء اللجنة العليا ممثلين بكل من معالي اللواء عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة محمد إبراهيم المحمود أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة نورة الكعبي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي، وسعادة هديل المصري مستشارة مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية. وتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات حول توصيات الاجتماع الأول للجائزة، وعلى منهجية اجتماعات اللجنة العليا للجائزة، وآلية التقييم لكل فئة من فئات الجائزة، ومقترح قيم الجوائز، وبرنامج الدورة الأولى للجائزة. كما تم بحث العديد من الموضوعات المهمة واعتمادها، ومن بينها قيم الجوائز التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع، والمقدرة بمليون و400 ألف درهم موزعة على فئات الجائزة. كما تم اعتماد أسماء المقيمين والمحكمين وموعد الحفل الختامي الذي تم الاتفاق على تنظيمه في نهاية شهر فبراير 2013 خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرياضة المرأة، وكذلك الحملة الترويجية بمرحلتها الثانية والتي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت هزاع.